مقتل 13 عنصرا تكفيريا في عملية للقوات المسلحة وسط وشمال سيناء. في خطاب أمام لجنة لمواجهة الكوارث الطبيعية، قيس سعيد يقول أنه عازم على تطهير تونس من كل الفاسدين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، العاشرة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. أعلن العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية القضاء على 13 عنصرا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النار ضمن جهود مكافحة الإرهاب وسط وشمال سيناء. وقال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية إنه نتيجة للعمليات العسكرية التي تم فيها ضبط 15 بندقية آلية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، نال شرف الاستشهاد والإصابة 9 من أبطال القوات المسلحة المصرية. قال الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أمام لجنة مواجهة الكوارث الطبيعية أنه عازم على تطهير بلاده من كل الفاسدين. البعض في تونس مكانه قنوات تصريف المياه، أن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد من كل الأدران التي علقت به على مر العقود. ستطهر المجاري. وقال الرئيس التونسي قيس سعيد أن شبكات الفساد في تونس أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه. شبكات الفساد في تونس التي هي أطول وأعقد من شبكات تصريف المياه. ماء مقطوع في بعض المدن لمدة تفوق نصف شهر في مدينة المتلوي، ولكن حينما توفرت الإرادة عاد ماء إلى القنوات وعاد الماء في ظرف 24 ساعة. استعدادات الضرورية. تحرك الرئيس التونسي قيس سعيد غير المنتمي لأي حزب من أجل التصدي للكسب غير المشروع في قطاع مهم مثل الفوسفات بعد سيطرته على سلطات الحكومة الشهر الماضي، يدفع المواطن التونسي أكثر وأكثر إلى تقبل فكرة العودة إلى النظام الرئاسي الذي يتحمل فيه طرف واحد مسؤولية الحكم وتسيير الدولة والإمساك بزمام الأمور بحسب مراقبين للشأن التونسي. وبحسب هؤلاء المراقبين يرى التونسيون أن النظام الرئاسي سيفرض القانون ويحاسب الفاسدين دون نزاعات سياسية ومحاصصات حزبية، وسيرجع للدولة هيبتها التي تزعزعت في السنوات الأخيرة. فالتقارير الرسمية والأحكام القضائية أظهرت أن قياديين كثر في أحزاب سياسية متورطون في جرائم فساد مالي، ما جعل المواطن يفقد الثقة في هذا
هذه الأحزاب التي تظاهر أغلبها خلال حملاتها الانتخابية بأنها ستحارب الفساد، إلا أنها تحالفت معه على غرار تحالف حركة النهضة مع حزب قلب تونس الذي يتهم رئيسه بجرائم فساد مالي. ومن ثم أصبح التونسي يعتقد أن حكم الفرد الواحد هو القادر على حلحلة الأوضاع ومحاربة الفاسدين دون الدخول في صراعات وتجاذبات ومنطق الابتزاز. 10 سنوات من عمر الثورة التونسية كشفت عن إشكال كبير في النظام السياسي الحالي، وأكبر دليل على ذلك الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية الذي حدث ما بين الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد، وتكرر بين هشام المشيش المقال حديثا والرئيس قيس سعيد. وبالتالي من الواضح أن الإشكال ليس في الأسماء بل في النظام، كما أن هذا النظام يتغير من نظام شبه برلماني إلى نظام شبه رئاسي بحسب تقرب رئيس الحكومة من البرلمان أو رئيس الجمهورية. فمثلا في فترة حكومة الحبيب الصيد كان البرلمان شبه رئاسي نظرا لتقرب الصيد من رئيس الجمهورية الراحل قائد السبسي آنذاك، وفي أحيان أخرى يصبح النظام شبه برلماني، ومثال على ذلك تقرب رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد أو المقال هشام المشيشي من البرلمان. وبالتالي تسبب تقلب النظام من شبه برلماني إلى شبه رئاسي بعدم الاستقرار الحكومي الذي أدى بدوره إلى الفشل الذريع وتفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية والمالية وحتى الصحية. المواطن التونسي عاش منذ عام 1956 وحتى عام 2011 في ظل نظام سياسي تداخل فيه دور الحزب مع دور الدولة، وهو الحزب الحاكم منذ عهد بورقيبة إلى نظام زين العابدين بن علي، ثم دخل إلى منظومة سياسية جديدة استحوذ فيها البرلمان على الحكم وأصبح الفاعل الرئيسي وحده في المشهد السياسي، يتحكم في تكوين الحكومات ويسحب منها الثقة متى تغيرت موازين القوى، ويتحكم في تشكيل التحالفات الحزبية ورسم السياسات العامة للبلاد. فكان خروج الشعب يوم 25 يوليو ليقول على ما يبدو لا لهذا العبث. قررت مديرية أوقاف الخليل غلق كافة المساجد في المدينة اليوم وأداء صلاة الجمعة في الحرم الإبراهيمي الشريف للدفاع عنه في وجه المخططات الإسرائيلية الأخيرة. ونشدت مديرية أوقاف الخليل الفلسطينيين الصلاة في الحرم الإبراهيمي الشريف لحمايته في ظل ظروف عصيبة يمر بها الحرم مع سعي الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على ساحاته وتنفيذ مخططات تهويده بداخله. في سياق متصل، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشروعات التوسع الاستيطاني الجديدة بالأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية بمدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية. رفض وإدانة فلسطينية بالإجماع لمحاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلية إطفاء شرعية وهمية على انتهاكاتها للقانون الدولي الذي يجرم عمليات الاستيطان التي تقوم بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. الرئاسة الفلسطينية عبرت عن رفضها وإدانتها الشديدين لمشروعات التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية. وفي بيان لها، حذرت الرئاسة الفلسطينية من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية. يأتي هذا الرفض الفلسطيني القاطع غداة إعلان إسرائيل الموافقة على إنشاء وحدات سكنية جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ولكنها وفي خطوة نادرة ستمنح أيضا تصاريحا لبناء مساكن للفلسطينيين.
وتصنف مناطق الضفة الغربية حسب اتفاقيات أوسلو المؤقتة للسلامة إلى ثلاثة أقسام، هي ألف الخاضعة للسلطة الفلسطينية بشكل كامل، وباء الخاضعة إداريا للفلسطينيين وأمنيا لإسرائيل، وجيمة الخاضعة بشكل كامل لإسرائيل إلى حين التوصل لاتفاق سلام نهائي. وتهدف التصاريح المزمعة لبناء مساكن للفلسطينيين في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 إلى درء الانتقادات الأمريكية والدولية على ما يبدو للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي ندد بها الفلسطينيون واعتبرتها معظم الدول غير قانونية. في العاصمة اللبنانية بيروت، قال جبران باسيل زعيم حزب التيار الوطني الحر في لبنان إن قرار رفع الدعم عن الوقود يضع بلاده أمام انفجار اجتماعي كبير. نحن اليوم قدام انفجار اجتماعي كبير بسبب القرار الأحادي يلي أخده حاكم مصرف لبنان بارحة بوقف فجائي وسريع لموضوع الدعم. من جانبه قال وليد جونبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان إنه يدعم قرار رفع الدعم عن الوقود. ما في مهرب من رفع الدعم لأنه كل المازوت والبنزين تبعنا يذهب القسم الأكبر منه إلى سوريا، يسرق إلى سوريا. رفع الدعم عن الوقود كارثة يعادل حجمها قنبلة نووية اقتصادية. ليس هذا رأي جمهور اللبنانيين فحسب، بل إنه أيضا تحذير من أصحاب القرار في البلاد. تفجر الغضب الشعبي في لبنان عقب إعلان المصرف المركزي توقفه عن دعم استيراد الوقود، وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن محتجين قطعوا طريق تل نحاس كفر كلا جنوب لبنان. هلأ عم يخلونا نستفقد كل شيء بلبنان، لا بنزين، لا كهرباء، لا مازوت، لا مي، ولا شيء. عشرات البيوت صارت بالملايين، خلاص وين بدنا نروح بعد؟ وفي شمال البلاد تجمع المحتجون أمام قصر المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي في منطقة الميناء بمدينة طرابلس. الغضب الشعبي على الأرض تزامن مع حملة تنديد واستنكار على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى نشطاء أن السلطة تحرق شعبها بالفقر والجوع والعوز كي يتلهى بالبحث عن أدنى مقومات الحياة ويتوقف عن المطالبة بتغيير السلطة. ورأوا أيضا أن خبر رفع الدعم عن الوقود يشبه خبر الموت، لافتين إلى أن الحد الأدنى للأجور في لبنان يشتري صفيحتي بنزين. كنا عم ناخد من الراكب 5000 وما حدا عم بيطلع، والعالم عم تشكي وتنعي. كيف اليوم بلا دعم بدها تصير حق التنكي 300,000 400,000؟ قد بدنا ناخد من الراكب 30 40 50,000؟ كيف بدنا ننقله؟ وتفيد تقارير أن الاتحاد العمالي العام يتجه إلى الدعوة لشبه عصيان مدني من خلال الطلب من الموظفين لا سيما في القطاع الحكومي الجلوس في منازلهم وتنظيم تحركات شعبية. وبحسب دراسة أعدتها شركة لبنانية خاصة، فإن وقف الدعم سينعكس ارتفاعا كبيرا في أسعار الوقود، حيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين من نحو 75,000 ليرة إلى 336,000 ليرة، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور في لبنان 675,000 ليرة. أما سعر صفيحة المازوت الديزل فسيرتفع من 57,000 ليرة إلى نحو 279,000 ليرة لبنانية وفق الدراسة ذاتها. كما أن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار سلع وخدمات أخرى.
وكان مصرف لبنان يدعم استيراد تلك المواد من خلال تأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة لبنانية في وقت تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية 20000 ليرة لبنانية في الأيام الماضية. وحذر مصرف لبنان منذ شهر سبتمبر الماضي من ضرورة ترشيد الدعم لاستنزاف احتياطياته الأجنبية بسبب غياب رؤوس الأموال التي تغذي الاحتياطي. ولبنان هو البلد الوحيد في العالم الذي طبق مصرفها المركزي آلية لدعم استيراد الوقود والمواد الأساسية، في حين أن آليات الدعم تأتي دائما من الخزينة وتكون بندا من بنود النفقات في الميزانيات العامة للدول. في العاصمة السودانية الخرطوم، قال كريم أسد خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أنه لم يبحث مع المسؤولين السودانيين تاريخا محددا لتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. فيما يخص الرئيس السابق عمر البشير، لم أناقش تواريخ تتعلق بتسليمه للمحكمة. لقد أجريت مباحثات مع مختلف المسؤولين الحكوميين وكانوا على وعي ويعرفون مسؤولياتهم، وسوف يتم الإعلان عن موعد تسليم البشير حين يتم الإعلان عن القرارات التي تم اتخاذها. وتم إخباري أن الاجتماع المشترك لمجلس السيادة ومجلس الوزراء السودانيين سينعقد الأسبوع المقبل، وفي نهاية المطاف فإن قرار التعاون وكيفية هذا التعاون هو قرار السودان لا قراري. قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن بلاده سوف ترسل قوات إلى العاصمة الأفغانية كابول لسحب أفراد من موظفي سفارتها. اسمحوا لي أن أبدأ حديثي بالتطرق إلى أولى المسؤوليات الملقاة على عاتق الإدارة الأمريكية الآن، ألا وهي توفير الحماية والسلام والأمن للرعايا الأمريكيين الذين يؤدون عملهم في أفغانستان. وكما قلنا مرارا، فإن الانخراط غير المسبوق لقوات طالبان في الأعمال العسكرية في أفغانستان وما ترتب عليها من أحداث عنف وعدم استقرار كبير أصبح أكثر ما يثير قلق الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن. وعلى هذا أصدرنا التوجيهات لأعضاء السفارة في كابل بمغادرة البلاد منذ 27 من شهر إبريل الماضي، ونحن الآن بصدد تقييم الموقف الأمني لتحديد الطريقة المثلى لضمان سلامة رعايا هناك. في السياق المتصل، سيطرت حركة طالبان على مدينة غزنة الاستراتيجية الواقعة على بعد 150 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الأفغانية كابول. عربات عسكرية تتجول في إقليم غزني وهيرات دون أي عوائق وبحرية كاملة. تبدو للوهلة الأولى أنها لقوات الحكومة الأفغانية، ولكنها لمسلحي حركة طالبان بعد أن سيطروا عليها في قتالهم مع الجيش الأفغاني في الجنوب والغرب من العاصمة كابول. أصبحت حركة طالبان تسيطر على نحو ثلثي البلاد، وباتت على مقربة من العاصمة كابول بنحو 150 كيلومترا. وقالت طالبان إنها باتت تسيطر على ثاني وثالث كبرى مدن البلاد، قندهار وهيرات. التقدم السريع الذي تحرزه طالبان أجبر الولايات المتحدة وبريطانيا على إرسال آلاف الجنود إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء رعاياهما. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن بلاده سترسل 3000 جندي إضافي في مهمة مؤقتة إلى أفغانستان من أجل المساهمة في تأمين وسحب أعضاء البعثة الدبلوماسية الأمريكية من السفارة في كابول.
ومن جانبه قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن بلاده سترسل نحو 600 جندي إلى أفغانستان لمساعدة رعايا البريطانيين والمترجمين المحليين على مغادرة البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني. وتقول طالبان التي حكمت أفغانستان من عام 1996 وحتى 2001 إنها سيطرت على مطارات خارج مدن قندز وشبرغان في الشمال وفراه في الغرب، الأمر الذي يزيد من صعوبة توفير الإمدادات للقوات الحكومية المعزولة. تقدم طالبان السريع كان قد أثار غضب الكثير من الأفغان، خاصة عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب قوات بلاده من الأراضي الأفغانية، مما جعل الحكومة الأفغانية تقاتل بمفردها حركة طالبان. موقف دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى توجه جوا إلى مدينة مزار الشريف لحشد زعماء الميليشيات السابقين الذين سبق أن عمل على تهميشهم، لكنه يحتاج الآن لدعمهم من أجل الدفاع عن أكبر مدن الشمال مع اقتراب قوات طالبان منها. أعلن الجيش الباكستاني أنه أجرى بنجاح تجارب لإطلاق صاروخ باليستي أرض أرض يحمل اسم غزنوي قادر على حماية رؤوس النووية. يذكر أن الصاروخ الباكستاني الذي دخل الخدمة عام 2012 قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية حتى مدى 290 كيلومترا. أدلى أكثر من 7 مليون ناخب في زامبيا بأصواتهم في انتخابات رئاسية تنحصر فيها المنافسة بين الرئيس الحالي إدغار لونغو والمعارض البارز هاكاندي هاشيلما. أدلى أكثر من 7 ملايين ناخب في زامبيا بأصواتهم في انتخابات رئاسية تنحصر فيها المنافسة بين الرئيس الحالي إدغار لونغو والمعارض البارز هاكاندي هيشاليما. لوانغو ومنافسه الرئيسي هيلاشيما كان قد أعلن أن هذه الانتخابات تعد اختبار لسمعة البلد الواقع في جنوب إفريقيا باعتبارها ديمقراطية مستقرة. يقول مراقبون أن لوانغو يعول على الفوز بالأصوات في هذه الانتخابات بسبب سجله في تطوير البنية التحتية الممولة من الصين بشكل أساسي وتوزيع المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة على ملايين المزارعين. منافس لوانغو الرئيسي المعارض هيشاليما البالغ من العمر 59 عاما، وستكون هذه المحاولة السادسة في خوض انتخابات الرئاسة في البلاد، حيث يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، يروج لخلفيته كرجل للأعمال قائلا إنه سيكون قادرا على جذب الاستثمارات وإدارة الاقتصاد المتعثر بشكل أفضل والقضاء على الفساد المزعوم. ويقول مراقبون أنه سوف يتعين على الفائز في الانتخابات الرئاسية في زامبيا العمل على إنعاش الاقتصاد الذي تعثر في سداد قيمة السندات الدولارية والتي أصدرتها البلاد، كذلك السعي إلى إبرام صفقات للإنقاذ المالي مع صندوق النقد الدولي. أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون إلقاء القبض على 22 شخصا مشتبه فيهم في حرائق الغابات التي مست العديد من الولايات. ولحد اليوم لحد الآن أنا أتكلم فيكم في 22 مشبوه موقوفون وألقي القبض عليهم بمساعدة مواطنين شرفاء أحرار، منهم 11 في تيزي وزو، 2 في جيجل، 1 في عين دفله، 3 في المديه، و4 في عنابه. وانا ماشيين تحريات مستمره ونجيبوا ان شاء الله العداله تقوم بالواجب تاعها، انا متاكد منه. تواصلت جهود إغماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال الجزائر والمستمرة منذ عدة أيام بمعازرة طائرات من الخارج في اليوم الأول من الحداد الوطني على أرواح العشرات من الجنود والمدنيين الذين قضوا في الحرائق التي يذكيها ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 47 درجة مئوية. في اليوم الخامس من اشتعال النيران
تصب فرق الإطفاء جهودها لإخماد عشرات الحرائق في شمال شرق البلاد وصولا إلى الحدود مع تونس التي تشهد بدورها درجات حرارة قياسية وصلت إلى 51 درجة في القيروان. ويشارك 3000 رجل إطفاء في إخماد الحرائق بمساندة مروحيتين من المجموعة الجوية التابعة للحماية المدنية وست مروحيات تابعة للجيش، بينما تمكن أفراد الحماية المدنية وقوات الجيش ومتطوعون من إخماد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات، وبدأ سكان القرى الواقعة في المناطق العودة إلى بيوتهم التي فروا منها بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة. وتضم الجزائر أكبر دولة في إفريقيا أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات، وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران عام 2020 على حوالي 44 ألف هكتار. وعزى العلماء اندلاع هذه الحرائق ليس في الجزائر فحسب، بل في دول البحر المتوسط ودول العالم إلى ظاهرة الاحتباس الحراري. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين: مقتل 13 عنصرا تكفيريا في عمليات للقوات المسلحة وسط وشمال سيناء. في خطاب أمام لجنة مواجهة الكوارث الطبيعية، قيس سعيد يقول أنه عازم على تطهير تونس من كل الفاسدين. على وقع إعلان مرتقب لبناء 2200 وحدة استيطانية، رام الله تعلن رفضها لكافة مشروعات التوسع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية. وصلنا مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.